بالمناسبه امبارح كان في اعلان عن تفاصيل اخذ اولى العينات الخاصه بمشروع الجينوم الرياضي بمرحلته الاولى طبعا تحت رعايه رئاسه الجمهوريه اللي تم الاعلان عنه بمركز تدريب المنتخبات القوميه في المعادي بحضور الحقيقه ناس كتير جدا السيد وزير الشباب والرياضه والعديد من رؤساء الاتحادات الاولمبيه والبارالمبيه وكان بحضور كمان مجموعه من خبراء الطب الرياضي وبرضو البعض من ابطالنا الرياضيين كانوا متواجدين من ضمنهم ساره سمير سيف عيسى كيشو مهند شعبان وغيرهم كمان. تعالوا عموما ناخد فكره كده ولو مبسطه عن ايه اللي حصل في هذا التجمع من خلال التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. انا مساعد وزير بدانا السلايفا تيست وده كان حاجه جديده ده 2016 سلايفا تيست للدي ان ايه. سلايفا تيست للدي ان ايه شيء مرتبط بحاجه اسمها الاكسرسايز فيسيولوجي او الفيسيولوجيا الرياضيه. ده ان كان الدي ان ايه تحليله من عينات من خلال الدم ودي كان فيها يعني حاجات كتير. لما طلع علميا وكان اهم الجامعات جامعه تورونتو في كندا وفي انجلترا بعض الجامعات الحقيقه احنا اتحركنا بسرعه وعملت سامبلينج وكان تحديدا للكابتن رمضان درويش اللي هو بطل الجودو علشان نعمل تجريب بشكل عملي على ايه الدي ان ايه ومعالمه ايه في 2016 وفائدته ايه. الحقيقه خدنا طريقه العمل ومفهومها يعني وكان اكتر مرتبط بالنيتريشنز ان بعد التحليل هي المفروض برامج التدريب مرتبطه بالدي ان ايه والجينات بتاعته ياكل ايه وعاداته الموروثه ايه وشكل تركيبه عضلات جسمه ايه اللي هي زي الدكتوره ساره لما قالت دلوقتي على الموضوع يعني. اتطور الموضوع اكتر لان بقى في تحليل اخر او موضوع اخر اللي هي الجينوم المصري وده مشروع تعاوننا فيه برئاسه فخامه طبعا برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدائمه لكل قطاعات الدوله المصريه وارتباطها بالعلم. فبالتالي لما حصل هذا الربط مع الجينوم المصري ومسؤول عنه اداره الطب التجديدي في القوات المسلحه. قدرنا من خلال الدكتور خالد عامر المسؤول عن هذه الوحده واكاديميه البحث العلمي في وزاره التعليم العالي ان احنا نعمل منشأ مشترك وندخل فيه الستاندردز المطلوب للرياضيين والابطال. انا شايف ان احنا النهارده ابتدينا اليوم بان الوزير بيحاول اقصى جهده ان هو بيساعدنا وان احنا نطور من العابنا وان احنا نحاول نجيب ميداليات اكتر في الاولمبياد. اتجه شويه للنظام اللي احنا نشوف العلم ونشوف الدي ان اي تيست بالتحديد. ده هيفيدنا كتير قوي ان احنا كل واحد بيعرف طبيعه جسمه وهتبقى بناء عليها هنمشي عليها الفتره الجايه لحد الاولمبياد او لحد مدى العمر بصراحه. فانا شايف ان الوزاره في ظهرنا دايما دي حاجه هتساعدنا ان احنا نجيب ميداليات اكتر في الاولمبياد وربنا يوفقنا ما شاء الله. احنا النهارده هيحصل انطلاق بدايه انطلاق وسحب العينات من الابطال الرياضيين في مشروع الجينوم الرياضي. مشروع الجينوم الرياضي مشروع قومي مقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الطب التجديدي التابع للقوات المسلحة. هدف المشروع بشكل عام هو تحسين صحة الرياضيين والكشف الوراثي عن الأبطال الرياضيين. الهدف من المشروع هيقام على 100 لاعب ولاعبة من اللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس. هدف المشروع هيطلع مجموعة من النتائج بتاعته هتساعد في شكل الريكفري بتاعه النيوتريشن بتاعه هتحسن من شكل النيوتريشن بتاعه الحمل التدريبي بتاعه. فالنتائج دي كلها مفروض ان هي هتساعد المدربين والاجهزه الفنيه والطبيه في الاتحادات الرياضيه على تحسين الاداء بشكل عام. في شق تاني من ضمن الموضوعات اللي هيكون موجوده فيها ان احنا هنبدا ناخد مجموعه من الابطال الرياضيين المحققين ميداليات اولمبيه وهنبدا ناخدهم هو ده النموذج او الشكل البرفورمانس اللي هيبني عليه اي رياضي في حابب يلعب الرياضه دي. الشكل ده هيساعدنا في توفير يعني ميزانيات كبيره في مراحل الانتقاء وهيساعدنا في الكشف عن ان احنا في بعض الرياضات هنبقى عندنا توجه بشكل عام ان الرياضات دي موجوده في محافظات زي اسكندريه واسوان واسيوط وده موجود بالفعل. يعني رياضه زي رياضه المصارعه اغلب الابطال الرياضيين في رياضه المصارعه من اسكندريه. اكيد مبسوطين بكلام وزاره الشباب والرياضه طبعا بان هي بتحاول تطور في الرياضه مش بالشكل العلمي كمان
يعني مش بس بالمجهود زي ما بنقول اللي هي مثلا بتحاول تطور في المنشآت او الحاجات دي، بس كمان في مجهود علمي بيتبذل. مشروع الجينوم الرياضي اللي احنا بنعمله النهارده وابتدى هيبتدي في مصر، يمكن احنا عملنا نفس التحليل ده كده بس من حوالي 6 7 سنين، بس كان من انجلترا وما كانش في اي حاجه هنا طبعا في مصر نقدر نعملها، لكن دلوقتي نقدر ان احنا نستفيد بيها هنا في مصر. نقدر نستفيد من خلال التحليل بتطورات بقى في الاداء في التمرين وفي البطولات، من خلال الريكفري، عدد ساعات الريكفري اللي احنا محتاجينها، مجهود التمرين بس. فطبعا يعني بنحب نشكر وزاره الشباب والرياضه على، وطبعا الجهاز الرياضي العسكري، ان هو قدروا يعملوا حاجه زي كده في مصر، وان شاء الله نقدر نستفيد بيها خلال الفتره اللي جايه عشان اولمبياد باريس 2024. هو انا لسه يعني لسه ما خلصتش التحاليل بتاعتي، بس طبعا دي حاجه كويسه جدا للرياضيين، وان هي هتنقل يعني الرياضيين لمستوى تاني ان شاء الله. وبدل ما كنا مثلا رايحين نجيب 10 ميداليات، لا احنا هنجيب 20 30 50 ان شاء الله باذن الله. ودي طبعا فرصه كويسه للابطال الصغيرين لسه طالعين، ان هم يعرفوا ينقوا منهم ابطال لكل لعبة، وإن شاء الله دي تبقى فتحة خير بإذن الله.